من كل دول الحقيقه انا اللي يهمني لاوتارو مارتينيز نجم الارجنتين والانتر. الحقيقه اللي بشوف انه لو طلع بره الكالتشو وراح لواحد من الانديه الكبيره في اوروبا، برشلونه، ريال، سيتي، ليفربول، هيعمل نقله نوعيه لنفسه وللفريق اللي هيروح له. والحقيقه يمكن بمناسبه الكره الاوروبيه عندنا بكره مواجهه ناريه، اظبط ميعادك وساعتك على مواجهه هتجمع بين بي اس جي وريال مدريد في الشامبيونز ليج طبعا اللي بترجع بعد توقف او بعد غياب طويل جدا. نبدا من بكره نستمتع بدور ال 16 مع حضراتكم، وخلينا نروح لالمانيا وتحديدا مع بوخفالد نجم طبعا الدوري الالماني، نجم فريق شتوتغارت ومنتخب المانيا السابق، هيكون معانا دلوقتي طبعا من خلال الفيديو كونفرنس، وطبعا دي بعض لقطاته ومشاركته سواء مع منتخب المانيا او مع شتوتغارت الالماني. فرانز بيكن باور طبعا ده اللي ظهر قدامكم على الشاشه او صوره الكره الالمانيه. بوخفالد بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، واهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي. تحياتي، شكرا جزيلا لكم. وفي بدايه الامر اود ان اهنئ النادي الاهلي على الميداليه البرونزيه وتحقيق انجاز جديد في كاس العالم للانديه. هذا نجاح مبهر وهذا شرف كبير للنادي الاهلي ولمصر، لدوله مصر بالتاكيد. نتمنى نقابل بايرن ميونخ في النسخه اللي جايه من كاس العالم ان شاء الله. نعم اتمنى ذلك ايضا المره القادمه، فعلا اتمنى الفوز لبايرن ميونخ الشامبيونز ليج هذا العام للعب العام القادم في كاس العالم للانديه. واتمنى لكم الاهلي ايضا الفوز ببطوله افريقيا ابطال الدوري لمواجهه بايرن ميونخ بالتاكيد. انا شاهدت بايرن ميونخ والاهلي في النسخه السابقه وكانت مباراه ممتعه ايضا. بمناسبه بايرن ميونخ الكلام، الحقيقه يمكن هفتح معاك الكلام بقى بما انه الكلام جابنا عن بايرن ميونخ، عن الخساره الاخيره امام بوخم. البايرن بيسقط بنتيجه 4-2، من وجهه نظرك ايه اسباب اهتزاز مستوى البايرن في المباراه دي؟ نعم شاهدت هذا اللقاء وكانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا. بوخم فريق قوي أيضا وقادم من الليغا الثانية، من الدرجة الثانية، وفاجأنا وفاجأ البايرن ميونخ بهذا المشهد الرائع والقوي. أنا أعتقد أن كان البايرن ميونخ ليس في يومه، ورأيت كل الإمكانيات وتابعتها من فريق بوخم. ظهر بشكل رائع، يمتلك لاعبين أقوياء أيضا، وأحرزوا 4 أهداف في مرمى بايرن ميونخ، وهذا إنجاز بالنسبة لهم، وهذه مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا هنا في البوندسليغا في ألمانيا. يمتلك لاعبين قويين واستطاع بتقييد وضم لاعبين من الدوري الأسباني في الفترة الأخيرة لتقوية وتعزيز صفوف الفريق. بوخم فريق رائع ويسعى دائما للتواجد في البوندسليغا. هذه خسارة قاسية ولكن هي بمثابة إفاقة للفريق البافاري للتكملة وحظ الألقاب. بالتأكيد منافسة البايرن على لقب الشامبيونز ليج لن تكون سهلة على الإطلاق، كتير من الفرق الكبيرة بتسعى لتحقيق اللقب المهم والغالي، لقب دوري أبطال أوروبا، منهم طبعا بي اس جي الفرنسي، منهم زعيم إيطاليا الإنتر، منهم الريال الإسباني، ومنهم مان سيتي طبعا وليفربول من إنجلترا. هل تعتقد أنه تشكيلة البايرن قادرة أنها تحقق اللقب السنة دي؟ لقب دوري الأبطال طبعا. أعتقد ذلك. لديه لاعبين أقوياء رائعين. أعتقد مانويل نويا مصاب في هذه الآونة، وأتمنى أن يلحق بالمباريات القادمة في الشامبيونز ليج، وهو قوة رائعة للفريق. هذا الوقت يمر الفريق البافاري ببعض الاضطرابات في صفوفه، ثم على سبيل المثال ألابا الذي ترك الفريق والتحق بريال مدريد. ولكن أنا أرى أيضا ريال مدريد والفرق المتواجدة على سبيل المثال بي اس جي فرق أيضا قوية ومنافسين أقوياء، ولكن من وجهة نظري أعتقد أن الفريق البافاري لديه فرص وحظوظ كبيرة أن يفوز
اللقب هذا العام. بكره مواجهه ناريه هتجمع بين بي اس جي وريال مدريد، مين الاقوى ومين القادر على الحسم من وجهه نظرك؟ سؤال صعب. فريقين اقوياء، ستكون مباراة قوية نارية تكتيكية على مستوى عالي من وجهة نظري. أنا أعتقد أن الفريقين يمتلكون لاعبين من يعتبرون من أفضل اللاعبين في العالم. يمتلكون لاعبين رائعين يفهمون بعض بشكل كبير، ولعبوا في الآونة الأخيرة والسنوات الأخيرة مع بعض في فريق واحد وأمام بعض. أنا أعتقد أن ريال مدريد هو المرشح الأبرز من وجهة نظري. طيب أتنقل معاك لملف شتوتغارت، والبداية هتكون مع النجم المصري عمر مرموش، الحقيقة اللي يمكن تألق مع المنتخب المصري في البطولة الأخيرة، بطولة أمم إفريقيا. إزاي بتشوف أو بتقيم مستوى عمر مرموش ومشاركته في الدوري الألماني مع فريق شتوتغارت؟ في البداية أهنئ عمر مرموش وأهنئ المنتخب المصري بتواجد مثل هذا اللاعب الرائع في المنتخب المصري. أيضا في الآونة الأخيرة ظهر بشكل رائع، ولكن أعتقد نحن افتقدناه في الآونة الأخيرة في آخر لقاءين أو ثلاث لقاءات في البوندسليغا. كان يلعب مع المنتخب المصري وافتقدنا تواجد عمر مرموش وقوته، وأعلم أنه أصيب بكورونا في هذا الوقت. أتمنى له الشفاء العاجل للرجوع لصفوف شتوتغارت، لأن شتوتغارت يعاني في هذه الآونة في البوندسليغا. وجود عمر مرموش قوة كبيرة وإضافة كبيرة بكل تأكيد لفريق شتوتغارت. أتمنى رجوعه بسرعة، يغيب بسبب الكورونا وغاب بسبب تواجده مع المنتخب المصري كما ذكرت. أتمنى أن يواصل مع شتوتغارت للرجوع وتحسين النتائج مع شتوتغارت في الفترة القادمة. مرموش بيلعب مع شتوتغارت على سبيل الإعارة من فريقه الأساسي فولفسبورغ، فهل تتوقع أنه استمرار عمر مرموش مع شتوتغارت سواء بتمديد الإعارة أو بالشراء، ولا تتوقع أو السيناريو الأقرب هو عودته مرة تانية لفولفسبورغ؟ هو يلعب الآن في شتوتغارت. أعتقد أن شتوتغارت يود ويريد تمديد الإعارة والاحتفاظ بعمر مرموش، ولكن أنا أرى المشهد هنا في ألمانيا أن فولفسبورغ يريد أيضا إعادة عمر مرموش. الفريقان يريدان عمر مرموش، ولكن الحكم الأول والأخير في يد فولفسبورغ، لأنه لاعب مقيد عند فولفسبورغ وأتى إلينا إلى شتوتغارت على سبيل الإعارة، والقرار الأول والأخير عند فولفسبورغ. ولكن أنا من وجهة نظري وأرى المشهد أن فولفسبورغ يريد عمر مرموش بكل تأكيد. بمناسبة عمر مرموش، يعتبر بالنسبة لنا في مصر لاعب يعني صغير، ظهر مع المنتخب الوطني مؤخرا في بطولة كأس العرب، في بطولة أمم أفريقيا وفي تصفيات كأس العالم. لكن عايز أقول لك إنه نفس الجيل ده، نفس جيل عمر مرموش، حقق لمصر بطولة أفريقيا، هم أبطال أفريقيا وشاركوا في أولمبياد طوكيو. منتخب مصر الكبير هو وصيف القارة. النادي الأهلي المصري هو بطل إفريقيا وبطل السوبر الإفريقي. مع هذا الكم من البطولات وتسيد القارة الأفريقية، ليه اللاعب المصري ما لفتش نظر الأندية الألمانية؟ أنا أعتقد أن هناك لاعبين رائعين تماما، ونشاهد هذا كل ما ذكرته. على سبيل المثال عمر مرموش يظهر بشكل رائع. أنا أعتقد أن في هذا الوقت الحالي أن الفرق الإنجليزية والأسبانية يستطيعون دفع أموال أكثر
واعتقد من وجهه نظري ان اللاعبين المصريين يودون اللعب في البريمير ليج في الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني، وهذا انا اعلم ان البوندسليغا وايضا كما ذكرت ايضا الفرق المصريه كالاهلي على سبيل المثال فهو فريق قوي وهو بطل افريقيا كما ذكرت ويمتلك لاعبين كثيرين، واعتقد ان بعض الفرق هنا في البوندسليغا لديهم السكاوت تيم يضعون اعينهم على الفرق الافريقيه والعربيه وفريق النادي الاهلي بكل تاكيد، انا اعلم ذلك جيدا ان هناك بعض الفرق الالمانيه في البوندسليغا تشاهد المشهد كاملا وتتابع الدوريات الكبرى وعلى سبيل المثال افريقيا او بطوله افريقيا. بمناسبه كلامك على القوى الشرائيه، يعني عدد كبير جدا من الانديه وخصوصا في اسبانيا وانجلترا عينهم على اثنين من اهم وابرز نجوم البوندسليغا، بتكلم على روبرت ليفاندوفسكي طبعا البولندي نجم البايرن وايرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، هل تتوقع استمرارهم سواء مع البايرن او مع دورتموند ولا السيناريو الاقرب هيكون انتقالهم لواحد من الفرق الاوروبيه؟ انا اعتقد ان ليفاندوفسكي سوف يظل مع بايرن ميونخ لأنه يظهر بشكل رائع وهو يشعر بالراحة والطمأنينة ويشعر أنه في بيته ويلعب مع فريق قوي كحجم بايرن ميونخ، فأعتقد أنه سيظل أكثر مع. أما هالاند أعتقد هالاند يود في أخذ خطوة أخرى والانتقال لأحد الدوريات الأخرى، أنا أعتقد هو أتمنى من وجهة نظري أن يظل في البوندسليغا من أجل إعطاء قوة أكبر للكرة الألمانية وللبوندسليغا بكل تأكيد وللمنافسة في الدوري الألماني، أنا أعتقد أنه في الصيف القادم في الميركاتو سوف يذهب لنادي آخر. أختم كلامي وحواري معك بالكلام على الماكينات الألمانية، فرص المانشافت من وجهة نظرك في بطولة كأس العالم القادمة، وهل ألمانيا على الطريق الصحيح للمنافسة على اللقب؟ من الفريق الألماني نعم، هانزي فليك كما تعلمون هو المدرب الحالي للفريق الألماني وأعطى قوة وباور للفريق الألماني ويركز على استقطاب اللاعبين الشباب المواهب ويذاكر ويدرس ذلك بشكل جيد ويتابع كل المباريات، على سبيل المثال لدينا كيميش وجوريتسكا هم لاعبين أساسيين ذو خبرة، المدرب الألماني هانز فليك يفهم ذلك جيدا كيف يربط ويصنع الكيمياء ما بين اللاعبين الخبرات مثال توماس مولر واللاعبين وكيميش واللاعبين الشباب، وهذا ما يصنعه الآن هانز فليك فهو يطور الفريق، وهذا يعطي من وجهة نظري حظوظ كبيرة للمنتخب الألماني لتحقيق اللقب لهذا العام لهذه النسخة لكأس العالم، أنا أعتقد أنه مرشح قوي الفريق الألماني المانشافت الألماني مرشح قوي لإحراز وسوف يصلون إلى المستوى الأعلى من كرة القدم والظهور بشكل قوي، وأعتقد هو منافس قوي لكل المنتخبات في النسخة القادمة، أنا أعتقد أنه سيفوز وسيحقق مرتبة عالية لهذا العام. بوغفالد نجم المنتخب الألماني ونجم شتوتغارت السابق بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا وكل التوفيق طبعا للمنتخب الألماني في كأس العالم بايرن ميونخ اللي ليه عند الأهلوية مكانة خاصة جدا طبعا في بطولة دوري الأبطال، وبالمناسبة بايرن الحقيقة ما تقدرش تختلف على مستوى الأداء والكرة الحلوة اللي بيقدمها حتى وإن كان المنافس الأوحد أو المنافس الأبرز والرئيسي في بطولات المحلية في ألمانيا ومتصدر الشاشة الزعيم اللي ما حدش بيقدر ينافسه، لكنه يبقى الحقيقة حتى في مواجهاته الكبرى مع كبار أوروبا فريق قوي جدا وقادر جدا على إحراز اللقب. الكلام على مكاسب الأهلي والكلام على كمان موسيماني اللي قدم مباراتين بشوفهم يعني من وجهة نظري المتواضعة جدا ماتشين من أحلى الماتشات اللي قدمهم النادي الأهلي من فترة طويلة جدا، مش على بس مستوى النتيجة لكن كمان على مستوى الأداء والروح والشخصية والكرة الحلوة، مونتري
المكسيكي في البداية والهلال السعودي في النهاية، مباراتين ولا أروع. ونتمنى الحقيقة أن احنا نحافظ على ده في اللي جاي، والبداية أمام الهلال. الكلام مع نجم النادي الأهلي طبعا محمود سمير هيكون ضيف علينا في السادسة، بس بعد فاصل ونرجع لحضراتكم.